السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي المغاربة مبروك عليكم هذا الشهر بالصحة والسلامة إن شاء الله وبلادنا في أمن وأمان. هذه 4 الأسابيع وواحد الفئة من الشعب المغربي كتقاطع بعض المنتجات اللي هي أفريقيا سونترال ليتير وسيدي علي. هاد المقاطعة هذه عطات واحد النقاشات اللي هي أنا كنظن بأنها جانبية بعيدة عن الصواب وخلتنا بعيد على التحديات الكبرى اللي كتسنى المغرب، مغرب الغد. ياه عرات على واحد الواقع ديال عزيز اخ النوش اللي هو كيتشكاو منه كلشي الناس ديال المال والاعمال نظرا للتسلط ديالو على واحد العدد ديال القطاعات الهيدروكاربور بزاف بزاف الحوايج اللي حنا غنرجع عليهم في واحد الفيديو الجاي ان شاء الله. انا راه كما كنقولها ما كندافعش عليه ولا انا ضده ولكن كنقولوا غير الحق بخصوص هذا اللي خصنا نعرفوه وهو الشعب المغربي استغل بهذه المقاطعة هذه لحسابات سياسية بين الأحزاب وسياسية حتى في الباترونا اللي هما لا سي جي ام اللي تاهما صفوا حساباتهم إمكانيات كبيرة اللي تستعملت في هذه الحملة هذه باش تقنع الشعب استغل الشعب لأن كاينة واحد الأزمة اجتماعية واقتصادية ركبوا عليها وعرفوا كيفاش يسيروا ويستغلوا الشعب المغربي. دابا هاد الاستغلال ولا هاد الحمله كلها على الجات لانه كيف كتعرفوا الاداء ديال الحكومه بائس، الحكومه في قنت والشعب في قنت، الحكومه دون تطلعات لا ديال الشعب المغربي وكنظن حتى ديال جلاله الملك لان عنده واحد المخطط كبير للنهوض بالمغرب لكن ما لقاش اللي يسير معاه ويمشي معاه في هذيك الديناميكيه ديالو. كنظن وحسب الاخبار اللي كتروج كانت واحد الحكومه تكنوقراطيه اللي كانت غاديه تجي، لكن حزب سياسي بني شاف راسو خارج اللعبه وما عنده حتى شي دور مستقبلي لعب كلشي لي كارط ومن بعد الطوفان جات الحمله ودار يدو في بعض الناس ديال الباترونا وعطى هادشي اللي كنشوفوه دابا بحيث هاد الحمله هذه اللي كاينه ديال المقاطعه كتهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ديال المغرب. هي الحده ديالها نقصات بزاف هاد الايام لكن ما كنفهمش كيفاش الدوله خلات اخبار زائفه كتروج خلات فيديوهات كلها كذوب كتروج ما عرفتش شنو هو هاد الدوله هذه اللي كيمكن تلعب بالامن والاستقرار ديالها. دابا ملي كانوا هاد الحكومه هذه الجايه التكنوقراطيه كانوا فيها اخ النوش كان فيها مريم بن صالح كانوا قالوا بانه ياسين المنصوري اللي هو مدير المخابرات العسكريه غادي يولي وزير الخارجيه واحد عدد الاسماء ما لقاوش كيفاش يدوزوا لياسين المنصوري ضحوا بمريم بن صالح ضحوا باخ النوش مع العلم انه الحوايج اللي كان يمكن الشعب يمشي لها وهو اللي هي القوت اليومي ديالو اللي هو الخبز اللي هو الزراع اللي هنا اللي هو العدس اللي هو السكر اللي هو اتاي هادو هما الحوايج اللي ماشي سيدي علي ما غاديش نمشي انا للسنترال ليتير وغادي نهددها ما غنمشيش لافريقيا وغادي نمشي لبزاف ديال الامور. هذا من واحد الجانب. الجانب الاخر اللي كنقول وهو راه اللي كيرهق الجيب ديال الشعب المغربي راه ماشي هو افريقيا ولا سيدي علي ولا فيراري ولا الخمور ولا غيره. اللي كيهلك الجيب وهو اولا التعليم كيف كتعرفوا التعليم العمومي عندنا فاسد ما كيسايرش تطلق مشى خلى البلاصه للتعليم الخصوصي. لكن شكون اللي غيمشي للتعليم الخصوصي؟ وهو المغاربه كيتقاتلوا باش يقراو ولادهم التعليم الخصوصي باش يهربوهم من التعليم العمومي. التعليم العمومي شكون اللي كيبقى فيه؟ كيبقى فيه ما نقولش انا ولد الشعب لان حتى ولاد الشعب كيقراو في الخصوصي ووالديهم كيتقطعوا باش يقراوهم، لكن الفقير كتعرفوا بانه عاوتاني بان الليسيات دابا انا ناخذ غير مثال ديال اكادير فاتح ما يكونش الاساتذه مشاو الا واحد القله قليله من الاساتذه اللي بقات من باب الروح ديال المواطنه من روح ديال مساعده الفقير هما اللي بقاو كيقريو، اما الاساتذه الاخرين اغلبيتهم راه الليسيات شادين دابا من فاتح ما هما شادين في الوقت اللي خصهم يقريو حتى ل 30 جوان الامتحانات خصهم يدوزوا خصهم يراجعوا مع التلاميذ يبقاو معاهم يديروا الاحتفالات ديال راس باش سالت السنه بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينينش. الوغ وهذاك الاستاذ اليوم الى دويتي معاه غادي يقول لك البلاد فاسده غادي يقول لك البلاد ما فيها والو ما فيها خير علاش هذا والسبان والنقابات ويخرج للشارع وكتلقى كيكتب في الفيسبوك يا سيدي قري انت بعد غير تحمل مسؤوليتك المواطنه وقري ولاد الشعب قري ولاد الفقراء وكمل حتى 30 جوان.
هادو وهاد الاساتذه راه ولاد الشعب هادو، راه ماشي معينهم الملك ولا مقربين من الملك ولا مقربين من المحيط الملكي، هادو راه ولاد الشعب. غادي نمشيو للصحه كترهق الشعب. علاش؟ لانه ملي غادي شكون اللي كيمشي دابا للسبيطار؟ السبيطار كيمشي ليه الا الفقير، اما اللي تقطع ولا باع بقره ولا خدا كريدي كيمشي لعند الطبيب الخصوصي، كيمشي لعند الكلينيك باش ما يطيحش في يدين. ما غنعممش عاوتاني، ولكن يدي الجزاره، يدي لي كوميرسون، يدي داري اليد مع مول باراميديكال باش يشفروا ولا ولا. ملي كتدخل تما خصك تحك جيبك وانت كدور مع هالفرمليه وتدور مع هذا، يعني الياس. الوغ دونك هذا الجانب الثاني اللي كينهك الشعب المغربي. عندك العداله، العداله حتى هي ملي كتمشي امام العداله ما كتعرفش واش غادي تم هذاك القاضي اللي غتمشي عنده واش غيحكم بالعدل، وانت قلبك مسدود وكتشوف شكون اللي غادي يعرف القاضي وشكون وشكون وشكون. وحنا عارفين هذه الامور هذه بلا ما نفضحوها، وراح حتى صاحب الجلاله دوى على هذه القضيه هذه. حتى هو غادي نمشيو عاوتاني للموظفين. واش كتعرفوا نهار الجمعه الموظفين كلهم جاو مع التسعود ولا اش من التسعود حتى ل10 وكيمشيو في ال11 كيقول لك الصلاه مشاو. غادي تمشي اليوم مع الوحده ولا ال12 الاداره تلقاهم كلهم مشاو الموظفين. كاينين قياد في اكادير اللي كيدخل مع ال11 كيخرج مع ال12، سير قلب عليه ولا سير شوف شنو مصالح المواطنين ما كاينينش. غتمشي للجماعات، غتمشي هاد الناس هادو شكون هما؟ هادو الشعب، هادو ماشي المقربين من الملك ولا المقربين من المحيط الملكي، هادو كلهم راه غير الشعب، القايد الموظف هادو ولاد الشعب. غادي نمشيو عاوتاني ملي كتهز التليفون وكتعيط للوقايه المدنيه ما كتلقاهاش، ما كتجيش، ما عندكش الامكانيات، كتجيب لك امبولونس صندوق، كتضر انت الى عندك شي مشكل ولا عندك شي حاجه تعيط للاسعافات الخاصه وتخلص من جيبك الامبولونس وتخلص من جيبك الطبيب وتخلص. هذا هو لو ديبا، النقاشات اللي كان خصنا نديرو، ماشي المقاطعه، خصنا نديرو واحد انتفاضه شعبيه سلميه وحضاريه للنهوض بالتعليم العمومي، ونخرجوا كنا من التعليم الخصوصي وندخلوا للتعليم العمومي. خصنا نمشيو كنا للسبيطار ولكن لقاو الناس اللي عندهم الروح الانسانيه اللي بغاو كيتخلص 10000 درهم طبيب ولا 12000 ولا ما عرفتش شحال كيتخلص وقانع بها، ما بغاش يبني الفيلات في الليغ، ما بغاش المرسيدس، ما بغاش يقري ولادو في الخارج بسبب الفلوس. خصنا العداله. لما نمشي انا قدام القاضي ولو انا رضا اليوم كان تيق في العداله ديالي، ولكن خصني نمشي قدام القاضي وانا فخور وانا عارف بان حقي غيتخاد. لما نمشي نعيط نمشي لاي اداره من الادارات المغربيه نلقى الموظفين كاينين، ما كيتسنانيش نعطي 20 درهم، ما كيتسنانيش ندور معاه ولا باش يقضي لي اموري. الدوله راني ما كان شوف ما كندافعش على الدوله، ما كنقولش راه الدوله زوينه، مازال عندها ما يدار، ولكن كنشوفوا بانه شوفوا هذاك الرقم الهاتفي اللي داروا ضد الرشوه، شوفوا بزاف الحوايج اللي كدير الدوله. ولكن حنا كشعب راه الديفو فينا، راه الا تقادينا لتحت الفوق غيتقاد، غادي يتبع، راه ماشي العكس. لان ما يمكنش الفوق يكونوا هازين الزرواطه وكيسلخوا واش ولا كيدخلوا الحباسات ولا كيفرقوا الانذارات، لانه راه حنا 36 مليون ديال المغاربه. الله يخليكم، راه اليوم التحديات الكبرى راه ماشي في المقاطعه ديال سيدي علي ولا نهددوا القوت اليومي ديال عشرات الالاف ديال المواطنين، راه ماشي نهددوا الاستقرار ديال المغرب الاجتماعي والاقتصادي نجريو على المستثمرين، لا، راه التحديات الكبرى وهو المغرب نزيدوا به لقدام. حنا كمواطنين نتحلوا بروح المواطنه ونوضوا نخدموا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.